السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين شايبي يخرج عن صمته بعد يعني ما تلقى الظلم من طرف هذا المشرف المطرود، بعد غضبه من هذا المشرف. يوم يعني وين صح واحد كيما شوفر، خلينا من الشايبي، خلينا من شيبي. واحد كيما بنار، واحد كيما عوار، قلت لك عوار ادم للناس، واحد كيما كيسموه كيما بوداوي، على بالكم باللي شحال لعب من الماتش، عامين قبل كوب دافريكان يعني. 2022 عام ونص، نقولوا عام وست اشهر، شحال لعب من الماتش بزرقان بقادري برا اخر، لعب من جيب من جيب من الافان، يروح يجيب لك لاعبين مصابين. واحد كيما راه كيسموه مسكين هذاك بن ناصر، عام كامل ما لعبش يا خويا، عام كامل ما لعبش نتايا، هذا اللاعب نتايا عام كامل ما لعبش، او موا ما تجيبهش. وقلت لك انا واحد من الناس حضرت الحمد لله يا ربي، انا مانيش نقارع نركب في الموجه، نركب في الفلوكه اللي تختر بالخف، انا مانيش من هذوك الناس. انا هدرت نهار قائمة قلت له بن ناصر على جبته، عطال على جبته، ما راك سموه هذاك سليماني على جبته، ما تجيبهمش تا يعطيني 27، ديت 4 تاع لي غارديا وجد ديت غير 26 لاعب، عندك تا ندي 3 تاع لي غارديا، يبقاو لك 3 تاع لي بوست. كون جبت واحد بالرحمة، كون جبت ابراهيمي سعيود ودراوي تكل، ولا اخر في الميليو تيرا عبد اللي هذاك كي ما كانش جبت النتيجه. بعد قائمه بتلعب مباراه، انت في المباريات المهمات يعني تلعب بمصير امه، تلعب بيه كيما نهار الكاميرون رواتو حصلتو في قاسما، قاسما بارئ منكم، قاسما دار قائمه، قاسما هو اللي دار عطال دو دار تروا، قاسما هو اللي قال له لعبها كي تلعب. بعد رواتو حصلتو في قاسما كيما وليتو كيما حصلتو في السحور قاسما ايتو، من بعد حصلتو في الفار وليتو غيها. انا شفت طبيب المنتخب مع شكون اللي طاح ولا يديرو كيما طبيب، يعني كاع ولاو كاع الشعب يدلو هاك الناس كيدير، ولاو يتهموكم الصوالح، ولينا نتفرجو راه يتفرج يقارع غير كاش يدلوك او الفار وين راه يا ودي كي يدير الفار وانت وشو كيفاش، على ما يطيحش صاحبه، علاه يحوس يطيح بيناتي، علاه يحوس وبعدين يقول له فار، ولاو مدخلينهم في ريسالهم غير فار، الشعب فار، الطبيب فار، كاع فار كاع، فيران ولاو خير ربي. وين خرج اللاعب الدولي فارس الشايبي عن صمته بعد اقصائه وبقية رفقائه من المنتخب في المنتخب الجزائري من نهائيات كاس امم افريقيا كوت ديفوار كان 2024. شايبي برومي ماتش لعب مليح، شايبي برومي ماتش لعب مليح، هنا ولات السوسيال والمحبه نتاع انت صاحبي وانا غادي نلعبك، انت شايبي برومي ماتش لعب مليح، مليح شايبي، دوزيام ماتش نتايا انا ما فهمتش، كاع كنا دايرين بلي شايبي غادي يلعب، كاع فيري صنعا كاع دايرين دوزيام ماتش شايبي غادي يلعب، دا 100 سؤال، انت بوركينا فاسو لقيتها 3 خطرات ما ربحتهاش، مستوى ثاني 3 خطرات ما ربحتهاش، أنغولا قضبت على بالك، أنغولا قضبت بوركينا فاسو، هذي ما تهدروهاش. هيثم وليتو تعسوا، او جماعة حنايا موزمبيق ربحناها ودارت ماتش ليل مع ودارت ماتش ليل مع مصر، حنايا من انا من ها وكم بوركينا فاسو على ما تهدروش مع أنغولا ضربتها بزوج حبات، هاكو هدرتوها أنغولا ربحت المالي، ربحت كسبوها موريتانيا، بوركينا فاسو ربح موريتانيا، انت ما ربحتش موريتانيا، انتيا في مباراة مهمة خسرت 1-0، أنا على بالي في كل مباريات، راني نشوف بلي في كل مباريات المهمة تتلقاو سبعة، حنا الحمد لله يا ربي، أنا واحد من الناس بريء،
انا بريء منكم انتوما، انتوما انا والله انا بريء منكم، والله انا خاطي وخاطيكم. قالت انا راني من 2020 قلت لكم هذا ماشي اونتري 2020 قلت لكم ماشي اونتري، قلت لكم راكم تضيعوا في الوقت. شحال من خطأ كنت نقول له يا سي محمد يا وراك غالفطر يقول لي. وكشف فارس الشايبي عزمي على تخطي الهزمات الارتداديه الصادمه، يعني الصدمات الصدمه الكبيره التي تسبب فيها المنتخب الجزائري لجماهيره العريضه بعد الخروج المر من نهائيات منافسه الكاد. يعني هذه يعني تحصيل حاصل هذا الاقصاء، تحصيل حاصل خاطش علاه حنايا رانا مع هذا المدرب والفنا تما نربحوا لي ماتش اميكو ربحنا السينيغال با جماعه السينيغال تحسب لي كاني بيناكم ديما الناس فرحانه في الفيسبوك في الاخرى اين الناس اللي كانوا يقول لك وين راه هذا ماشي مفلس من صح معليش صافي. المهم في المهمات الصعبه والمستحيله الرصاصه الاولى طيحه ولا وشدد النجم يعني نادي أندرلخت الألماني في منشور مؤقت على حسابه الخاص بمنصة انستغرام على ضرورة عدم استسلام لليأس أبدا بما أن الحياة مليئة بالتجارب من أجل ما أسماه بالصمود. وتفاءل الشيء بمستقبل منتخب جزائري بعد الخروج المدرب يعني الخروج المدرب مدرب من الدور المجموعات لنهائيات كاس امم افريقيا، وكتب انه يعلم ان كل شيء سيعود الى نصبه في الوقت الوجيز. وتابع الوفد المنتخب الجزائري الجديد في سياق مؤكد على ان مساله خروج من تبعات خيبه امال هي مجرد مساله وقت وصبر. وغاب النجم الالماني عن النادي الألماني عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلده الجزائر في نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار بعدما أجلسه هذا المدرب في دكة البدلاء طيلة أطوار المواجهة. وكان فارس شايبي غاضب بشدة من هذا المدرب خلال لقاء الأخير لإلقاء الأخير لكلمته الوداعية بغرفة تغيير الملابس في ملعب السلام مسرح مواجهة الجزائر وموريتانيا حسب كشف موقع يعني مواقع يعني وخاصة موقع الخبر. وفشل شايبي في هضم قرار مدربه بإقصائه نهائيا من خوض لقاء موريتانيا بعدما كان النجم الأول في مواجهة أنغولا وقدم مردود طيب بدخوله بديل في صدام المنتخب بوركينا فاسو بحسب رأي التقنيين الكثر. مدرب هذا هو هاك يعني غريب الأطوار يعني راك تلعب ما تسيب روحك ما كاش كاع على بالكم بلي المدرب هذا وبسبب كيسموه بلايلي ماشي بلايلي بلايلي ما عنده ذنب بلايلي ما عنده ذنب يعني المدرب هذا هو اللي زعما داير هاد الصوالح يعني وين ضحى بكثير من اللاعبين هذه هي كاش تضحى بالناس وكاش حرق وين حرق كاع اللاعبين لاعب ينافس بلايلي على مكانه الاساسي هذا اللاعب وين احرق ورقة ابراهيمي رويدا رويدا واشعل ورقة بالرحمة لما بدأ يجد معالمه في المنتخب خاصة مع قدوم لاعبين ايت النوري والشايبي. تجاهل ورقة سعيود الذي يمكن له ان يلعب في نفس النصر لم يستعمل ورقة عمورة وحوله لمهاجم صريح بعد ان قال ان لو انت مازال صغير وجعله لعاب جوكير تلعب بورقة غويري وافقده التركيز كذلك من اجل بلايلي. هذه الحقيقة رانا نقول لكم فيها يعني الحقيقة المرة اللي ما تبغوش تسمعوها لكن احنا نقولوها ونعاودوها هذه باش يكون على بالكم كاش انا يدينا ولعب بعيد روح تطلبوا بعيد خطرة اخرى ما تجيش عندي لهنا هذه هي ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما بجديد، واللي مشي ابوني معنا ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.